موضوعنا اليوم وقضيتنا اليوم بتهم كل بيت عنده أبناء. نحن بنعرف إنه الألعاب الإلكترونية، الشركات المصنعة للألعاب الإلكترونية بتصممها بطريقة يصير في إدمان للناس على استخدامها، وكل ما كان عدد المستخدمين أكبر حول العالم كل ما كان العائد المادي والربح يعني والمصاري بتيجي للشركات المصنعة أكتر. بس هل إحنا بدنا نربح الشركات على حساب أدمغة أبنائنا؟ هذا هو موضوعنا رح نحكي فيه اليوم مع الدكتور خليل الزيود المستشار التربوي والأسري. أهلا وسهلا فيك دكتور خليل. والسيد زيدون كراتشي خبير بوسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا الكرام. أهلا وسهلا فيكم كمان مرة. الله يرضى عليك. صباح الخير. خلينا نبدأ معك دكتور خليل ونحكي عن كيف توصف العلاقة بين الأبناء والألعاب الإلكترونية. في البداية لازم نؤسس لفكرة ونقول إحنا بالعادة لما نشوف واحد يتعاطى مخدرات إيش نحكي؟ يتعاطى مخدرات تماماً؟ أنا أقول لازم هذه المفردة تلتصق بالألعاب الإلكترونية ضمن هذا الواقع، فنحكي في عنا أولاد يتعاطوا ألعاب إلكترونية من شدة تأثيرها والمصيبة اللي توقع على أدمغة أولادنا، تمام؟ لأنه مشاهدة الألعاب الإلكترونية عند الطفل في السنوات الخمسة الأولى تدمر عنده ثلاث مهارات، مهارة التركيز ومهارة الحفظ ومهارة التذكر. هذول الثلاث مهارات هو مهارات الاستعداد المدرسي عشان يكون الولد عنده قابلية يدرس، فلازم هذول يكونوا مطورات عنده. فإذا كان في السنوات الخمسة الأولى يتفرج على الشاشة، لسه طلعوا على الشاشة بشكل عام، لسه ما حكينا ألعاب إلكترونية، فيتدمر عنده ثلاث مهارات، فهو الآن أصبح لديه القابلية لصعوبات التعلم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، في إحدى الدراسات الشهيرة التي أجريت على مجموعة من المراهقين، ناس أعطوهم هرمون النشوة الإشي اللي يرفع السعادة وانبساط عندهم، وناس خلوهم يأخذوا يجلسوا أوقات محددة أوقات كبيرة على الألعاب الإلكترونية، وجدوا أن النتائج متساوية ما بين اللي يتعاطوا هرمون النشوة بالإضافة للأشخاص اللي يجلسوا ساعات مطولة عند الألعاب الإلكترونية. فلما يكون متساوي الأشخاص اللي يعطوا هذا الهرمون والألعاب الإلكترونية، فإحنا عنا علامة استفهام كثير كبيرة. عم نحكي عن المراهقين، فكيف إذا كانوا أصغر سنا؟ فأنا أظن أنه عندنا كارثة أو مصيبة اسمها الألعاب الإلكترونية عند أبناء. نعم. طيب أستاذ زيدون، يعني دكتور خليل بيقول أنه عم نقول أنه في اسمه عم بيكون في إدمان، هل صحيح بيصير إدمان على الألعاب الإلكترونية؟ أكيد، يعني لما تشوفي ابنك بنتك عم بيقضي ساعات طويلة وراء الشاشة، بتلاقيه مرات بنسى يتغدى أو يتعشى أو يأكل، بنسى حاله، بتلاقيه فاصل عن الواقع، بتحكي معه بتقولي له قوم تحرك يلا ادخل اتحمم أي إشي، بقولك أعطيني شوي، مش فاصل يعني عن الواقع. بتقولي له هات نطلع برا نزور حدا، بقولك لا ماما أنا بدي أضلني بالبيت. بس بلشت تشوفي انه هاي الامور بلشت تزيد عنده لفتره طويله، معناته هذا الزلمه او هذا الشخص او هذا الولد عم بلش يدخل في اعراض الادمان، يعني بلشت اموره تتغير، بلشت سلوكياته تتغير. هي موجوده عند الاولاد اكثر من البنات؟ هلا بشكل عام موجوده عند الكل، بس يمكن الاولاد لانه الالعاب مبنيه كثير فيها تنافس وفيها، فيمكن في جزء بتلاقي مرات الاولاد بيدمنوا أكثر على هذا البارت، ولكن البنات برضو في عالم السوشيال ميديا وأمور تانية برضو. يعني إحنا بالآخر لما نحكي سكرينز شاشات بنلاقي حالنا قدام أكثر من نوع من الإدمان. طيب شو رأيكم هلأ نشوف إحنا زميلنا محمد الفعوري نزل على الشارع وسأل ناس، سأل كبار وسأل صغار عن هذا الموضوع، خلينا نشوف شو أراءهم. وحابب كمان أنوه إنه إحنا هلأ طالعين لايف فيسبوك، طالعين مباشر على صفحتنا على فيسبوك، برضو بتقدروا تتابعونا وتعليقاتكم تشاركونا فيها وأراءكم. نشوف الأسئلة اللي رح يسألها محمد الفعوري للأشخاص اللي رح نسمعهم، رح أو في إشي رح يسألهم. إذا ابنك بلعب على التليفون وحكيت له خلص بكفي بيرد عليك؟ لا. والسؤال الثاني قال بجاوب عنهم. والسؤال الثاني قالهم كم ساعة بتقعد على الألعاب، وإذا أهلك قالوا لك خلص بترد عليهم؟ خلينا نشوف الإجابات المتنوعة ومنكمل حوارنا مع ضيوفنا الأخصائيين. عنوان قضيتنا لهالأسبوع الألعاب الإلكترونية بين بناء الأبناء وتدميرهم. تعالوا معنا نعرف شو رأي الشارع بهالموضوع. سؤال صغير. اسأل 100 سؤال. يلا يسعدك يا رب. أهلين. عندك أولاد أو بنات؟ الحمد لله. بيلعبوا على تليفوناتهم؟ كتير. طب بس تشوفيهم شو بتحكي لهم؟ بقول لهم بلا منها. بردوا؟ مش كتير.
نسبة 90% ما بردوا. ما بردوا. إذا شفت ابنك بيلعب على التليفون شو بتحكي له؟ خفف شوي عشان عيني هناك. والله هذا برد، هذا جيل بعبع. عارف كيف علي؟ يعني مش حاسس بالمسؤولية. هذا الجيل بده كل شيء يجي له على البرد المستريح. البنت تحكي لها مثلا امها قومي اجلي كمان شوي، تعالي ساعديني كمان شوي، عرفت كيف علي؟ التلفونات لحسه مخهم. ايام بردوا ايام ما بردوا. طب اذا ما ردوا شو بتعملي؟ خلص بتركهم، شو بدي احكي لهم يعني صبايا. ما بردوا؟ لا ما بردوا. طب معك بنتك؟ هاي بنتك؟ ايش تلعبي على تليفونك كثير؟ ايش اكثر لعبه بتحبيها؟ ببجي. ببجي. قديش تقعد عليها ساعه باليوم؟ ساعة. طيب إذا أمك قالت لك، أنت أمها صح؟ إذا قالت لك نزل التليفون بترد عليها بصراحة هايها قدامك؟ قدمي شوي. بترد؟ بلا. ما بتطنشيها؟ لا ما بطنشها لا بصراحة بتطنشك؟ لا 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 في أخلاق الحمد لله. مرات يعني بحتد، مرات بستسلم. هلأ أنا بالعادة أنا عايش بأستراليا، بالعادة بعطيهم إياه مرة بالأسبوع وطول الأسبوع لا، وبالأسبوع يعني حتى بكون متفقة معهم بالأسبوع يعني ساعة آخر الأسبوع يوم السبت وبردوا، لأنه خلص إحنا منخفيهم نهائي. إذا أمك أبوك إيجوا عليكي قالوا لك نزل التليفون، بينك وبين حالك شو بتحكي؟ بنزله يعني شو ما بتنزعجي؟ شوي. إيش أكثر لعبة بتحبي تلعبيها على موبايلك؟ ميوزك، في لعبة هيك بيانو. بتأثر على دراستك؟ لا طبعاً. طب إذا أهلك قالوا لك خلص شيل التليفون من إيدك شو بتحكي لهم؟ أشيله. تلفون يعني صراحة الأيام مؤذي، يعني بنبهه بوضح له الأمور شو المساوي شو المحاسن، يعني إلا إذا كان بتفرج على أشياء تعليمية. بصراحة برد عليك إذا قلت له نزل التليفون عن إذنك؟ برده، الجيل هذا برد ما بيرضى، هذا جيل الإنترنت هذا. قديش تقعدي ساعة تلعب على التليفون؟ كثير. يعني ساعتين. ساعتين. ايش اكثر لعبه بتحبيها؟ ببجي. ببجي. بتاثر على دراستك؟ قديش بتلعب باليوم ساعه على موبايلك؟ ساعتين. ساعتين. ايش اكثر لعبه بتحبها؟ الببجي اكثر شيء. لا هسه امي خط احمر عادي بنزل التليفون، اما اي حدا من الدار لا. ابوك اكيد ابوي امي خط احمر. لا لا ما بتنزله ما بترد عليهم. لعبه مهمه لان لعبه مهمه. كل احترامك. شكرا. تعرف شيء بس ايش؟ ببجي السلم والحي. شكرا. يعني بتهتم بتفضل تهتم بدراستك اكثر؟ بهتم بدراسه وبنفس الوقت يعني بتواصل على المواقع بعطي كل شيء حقه. يعني قديش بتقعد على تليفونك ساعه باليوم؟ يعني تحط اربع ساعات. اربع ساعات. ثلاثه. طيب اذا امك بصراحه دخلت عليك وقالت لك نزل التليفون ولا تلعب، قلتها بدراستك، بينك وبين حالك شو بتقول؟ عروسي امي شو الدعوة؟ شو الدعوة؟ حيها الله. يعني احنا شفنا طبعا ردود فعل صحيح. مختلفة نعم. وانا استغربت انه حتى البنات بيلعبوا الببجي طبعاً. اكثر لعبة مع انه فيها عنف. انا استغرب انك تستغربي. لا بستغرب انه البنات. لا نعم. الاولاد ماشي بالضبط. بس البنات يعني. طيب شو رايكم باللي سمعتوا؟ ابدا معك سيدي. انا نرجع مثلا لعبة الببجي هي مش مبنية فقط على اني انا بلعب لعبة، لكن في داخل كمان عملية التواصل الاجتماعي السوشيال نتورك. فانا انا بحكي مع اللاعب اللي جنبي، بقدر اني اتواصل معه، ابعت له فويس مسجز. فبطلت موضوع اللعبه بس اني انا بلعب لحالي، صارت في جروب عم بلعب. حتى الببجي مبنيه على فكره انه احنا مجموعه عم نعمل عمليه القتال او التصفيه للجروبس الثانيه، ففي عمليه تعاون جوا الالعاب. فهاي يمكن بتضيف نكهه اخرى للعبه. لما تكوني انت بتلعبي مع اثنين وبتصيروا تتفقوا على واحد وتعملوا شاتك مع بعض، شو رايك نعمل هيك وشو يعملوا استراتيجيات مع بعض، فبصير في نوع من يعني الحماس جوا اللعبه. فهي بتبطل مبنيه على انه ذكر وانثى، خلص بصير يعني الكونسبت مبني على كل حدا. طيب اوكي دكتور خليل، يعني طلعنا شفنا ردود فعل متفاوته إيه؟ وعجبتنا الست اللي قالت احنا باستراليا شوف لما يكون الثقافه موجوده صحيح. كامله طبعاً. انه نحن بنعطيهم اياه بس بعطلة نهايه الاسبوع، كان واضح عمرهم يمكن 8 او 10 وخلال الاسبوع مرات بتعطيهم ساعه مثلا يوم الجمعه. فهون بتقول يعني قديش الاهل بيقدروا يتبعوا هيك خطوات مع اولادهم؟
طيب في البداية أنا أصبح باسمكم برضو على الفاعوري العظيم ملك الفوكس بوب، وفي الحقيقة قدرته على الدخول في الناس يخلينا يساعدنا في هاي الحلقة. الإشي في كثير ردود فعل أنا بالنسبة لي ساءتني. أول شيء اللي طوالي وصف الجيل وجيل بعبع، واللي حكى هذا الجيل ما يرد، غلط، مع احترامنا وتقدير الأشخاص اللي تحدثوا طبعا، لكن هذا وصف غير صحيح. بالعكس، هذا الجيل أحسن من اللي قبله، شو ما كان في علات هو أفضل من اللي قبله، واللي جاي أحسن من الموجود حاليا، هذا لازم نتفق عليه. وجود هذه الإشكالية طبيعي، بيعتمد على الأهل تمام، بس قصدي بشكل عام، بما انه احنا نصف بشكل عام فاحنا بدنا نحكي بشكل عام الجيل افضل. الان نجي على التفاصيل، ماشي، في اخطاء وفي ملاحظات وفي علامات استفهام نعرف كيف نتعامل معها. اول شيء بدنا نعرف انه هلا الجيل هسه الشباب هذول لما راحوا لهذه المنطقه، طب وين دور الاهل في الموضوع؟ انتوا لو كنتوا موجود هو يحتاج يستغرق 3 و4 و5 ساعات على هذه اللعبه؟ هذه القضيه الاولى. القضيه الثانيه، لازم يكون الاهل عندهم درايه ووعي في تفاصيل هذه الالعاب. ايش يعني؟ يعني بعض الالعاب في تصميمها تكون هي تشدك وتأخذك لعندها، لما تكون مراحل ومراحل قصيرة جدا، وكل ما تنجز مرحلة تعمل المرحلة الثانية. حدثني أحد أصدقائي وأنا أحضر في هذه الحلقة، يحكي لي عند ابني حلقة كنت نازل على صلاة العصر، فأنا استبطأته إنه ليش ما لحقني، إحنا متفقين إنه ينزل، ونقول فصليت ورجعت على البيت سألته، ونقول بعد ما أخذت شوي معه بالحكي عرفت إنه اللعبة، يحكي لي هاي اللعبة بعد ما أخلص مستوى معين يحكي لي إذا طلعت من اللعبة فجأة تخسر كل الانجازات اللي انت انجزتها. تخيلي كيف، فاللعبه عم تحطك في ظروف غصبت عنك عم انت تدمن تستمر عليها، بالضبط انك انت عم تستمر بهذه الطريقه وبهذا الشكل. لذلك المعجم القاموس الاحصائي تاع العلوم النفسيه والعقليه العالمي دي اس ام 5 صنف اضطراب استخدام النت من ضمن هذه الاضطرابات العقليه والنفسيه، وحط من ضمنها الالعاب وغير ذلك من وسائل التواصل. فاحنا محتاجين نبطئ السرعه عن موضوع التعليقات اللي تحكي عن الجيل. الامر الثاني ايضا في التقرير انه احنا لازم نحكي عنه، اللي هي فكره انه هذا الجيل ما يرد. ما في شيء اسمه ما يرد، في طريقه علشان اخلي هذا الجيل يرد، وبعد شويه احنا ممكن نحكي عنها. القضيه الثالثه ايضا في الفوكس بوب، اذا بدنا نوقف عندها، شوفي انت قديش احنا قادرين نكون واضحين مع انفسنا انه هو ما يرد، انه لا، انه انا محتاج الببجي، انه انا اقعد عليها ساعتين في اليوم وحكت بشكل طبيعي جدا. فهذا يدل على انه فعلا في عندنا افه مجتمعيه اسمها الالعاب الالكترونيه، ولازم نعيد النظر فيها. طيب هلا خلينا شوي نحكي بايجابيه. وسؤالي لك سيد زيدون، هلا خلينا نقول الانترنت او الالعاب الالكترونيه او السوشيال ميديا ما لها ايجابيات؟ طبعا، هلا في كل شيء في شيء ايجابي وسلبي بالتاكيد. انا بعتبر انه جزء كبير من الالعاب، جزء كبير منها جزء تعليمي، يعلم الاطفال والمراهقين ايش ممكن يعلمهم، كل انواع التعليم، ايش ما بدك، الحساب، التعليم، اللغات العربيه الانجليزيه، اي لغات بدك اياها، في تعليم على التركيز، الابداع، التخطيط، التنظيم، وكل امور. في العاب مثلا، انا في لعبه ابني بيلعبها اسمها ماينكرافت، وهي مايكروسوفت اشترت هاي اللعبه بمبلغ ضخم. اللعبه مبنيه على انك تبني بلوكس، مكعبات، وتبني بيوت وتدخل جواتها، تعمل تصميم. وتعمل تصميم. أنا بتفرج بقول، أنا لأنه مخلص هندسة عمارة بتفرج على المبنى بقول إنه مصمم بطريقة حرفية يعني، وبيبني بالساعات وفيها لوحات تحكم كتير عالية الجودة. فمثلا هاي اللعبة بشوفه بلعبها بسكت هيك، بحكي إنه يعني إنه مفيدة، محفزة، لا بس محفزة للمخ يعني. في جانب إيجابي، هلا لما يقضي وقت طويل عليها، وقتها احنا بناخذ سلطاتنا يعني داخليه بالبيت الدستوريه من هذا جزء. فورتنايت مثلا، شو المفيد فورتنايت فيها؟ يعني هلا فورتنايت كميه ال 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 هو شوفي بتصير مرات زي الترند، زي الفاشن، كيف مرات موضة، بيكون موضة، كل حدا هذا ايش بتلعب فورتنايت، بتلعب فورت، بينزل بينزل بينزل، فبصير زي الريبل، كل حدا بصير يلعبها. لما نتفرج على عدد اليوزرز الاكتيف يوزرز بفورتنايت او ببجي، عم نحكي ب 30 ل 40 مليون شخص يوميا. فتخيل البول الكبيرة، انت عم تحكي عن 200 مليون يوزر شهري، عم تحكي عن ريفينيو ببابجي السنة الماضية 1 بليون دولار. هلا من وين بيجي الربح؟ الربح بيجي من عدة نواحي. هلا في شيء اسمه ان اب جوا الجيم، انا بشتري ويبنز،
بطور سكينز كمان سكينز وهذا جزء. الجزء الثاني في دعايات كمان جوا الجيم في بالضبط في اشياء ثانيه انه الجيم مش بس على الموبايل، في منها موجوده على البي اس 4 على البي اس وعلى البلاي ستيشن وعلى على اكس بوكس، فبرضه السي ديز هذول اسعارهم غاليه. كمان في بسموه الميرشندايز، يعني انت بتروح تشتري بلوزه، بتشتري طاقيه، بتشتري اواعي، شنطه، هذا كلياته. فكميه انواع بحاوطوكي من كل النواحي حتى اولادنا اصبحوا سلعه بالزبط. تسليع الابناء، يعني احنا بدنا نربح هاي الشركات بالضبط. تعمل ايرادات عاليه جدا على حساب ادمغه اولادنا بالضبط. وشخصيات اولادنا وقد حصل. فهذا اللي احنا بدنا نحكي، يعني كيف لازم نتعامل مع هاي القصه، لانه احنا شايفين عم بتدمرهم اجتماعيا اذا تركناهم يدمنوا. طبعا اذا عم بيعملوا الالعاب زي ما تفضل استاذ زيدون، الاشياء اللي بتنمي الدماغ، بتحفز التفكير وتحفز التصميم والتخطيط الاستراتيجي حلو، ولكن الالعاب اللي ممكن متعه ولكن الادمان عليها عم بيسبب يعني تاخر في نمو ابنائنا اجتماعيا ولغويا وثقافيا، وبربح الشركات احساب اولادنا. صحيح. شو لازم نعمل؟ اول شيء واجب الدوله، واجب الدولة. في عنا وزارة اتصالات، نثق بالشباب الكرام الموجودين فيها ورئيس والوزير الموجود فيها. لازم الآن احنا نحكي لهم يا جماعة الخير في عنا خطر. كيف الدولة مرات تستنفر لما يكون في خلية مخدرات ولا خلية إرهابية، يستنفروا وجندوا أنفسهم عشان، وهذول نفس الشيء. احنا في عنا هذيك خلايا نائمة، هذه خلايا مستيقظة، هذه خلايا موجودة بين يدين أولادنا، هذه مصائب. هو يعني لما نتطلع احنا على الدراسات والأبحاث اللي تحكي عن التدمير للدماغ، التدمير للمهارات، التدمير للأفكار، بس بالشغل. شوفي بعض الموظفين لما يكون عنده مثلا أزمة نفسية ولا شيء ولا يكون يلعب، انت ما تقدر انتاجيته تقل. طب انا لما تقل انتاجيته هذا عم ياثر على الامن المجتمعي. طب هذا كثير مهم انه في البدايه، اذا اول خطوه الدوله لازم تاخذ قرار وتمنع مثل هذا النوع من الالعاب، وقرار يعني فعلا يؤخذ انه هذه النوع من الالعاب لازم ما تكون متوفره زي ما عملوا بالعراق هلا. بس دكتور انا سوري ما بدي اقاطعك أبدا. ولكن هي يعني شو رايك استاذ خلدون؟ انا بعطي يعني سوري معلش، يعني هو الحوار يثري ابدا إنه ابدا اعترض. انا مش بعترض، بس انا بقول احنا قد تكون مشكلتنا الأساسية إنه تطور التكنولوجيا السريع جدا بطل في عنا فاهمين أخلاقيات وأسس ومبادئ هاي التكنولوجيا. فإحنا كأهل لأنها اخترقت بيتنا بسرعة فائقة، صحينا لقينا إنه كل حدا معه موبايل، الجيمز موجودة في كل محل. بتلاقي فرق الجيل، يعني واحد عمره 8 سنين والأب عمره 40 سنة بيعلمه، قاعد بيعلمه على التكنولوجيا. فهنا إحنا بطلنا عارفين الأساسيات، كيف أسوق، يعني كيف أسوق على الإنترنت وكيف أسوق على الألعاب. أنا برأيي إنه إحنا كأهل محتاجين توعية مبدئياً. أنت حكيت عن الدولة صحيح، لكن البيت إذا حط المبادئ الأساسية، يا جماعة الست هذيك اللي حكت أنا بعطي ساعة بالأسبوع، أنا بحكي لأولادي أنا بعطيكم ساعة باليوم للسكرينز. أدي عمر أولادك؟ أنا عندي جوال 14 سنة، سامر 11 سنة، حطين إحنا رول بالبيت متفقين عليها. أيوة. من لما أخذ الموبايل اتفقنا، جبت جهاز بسيط مشبوك على المودم الانترنت، بيعطي لكل شخص ساعة وبتزيد كل ما تكبر بالعمر، بتزيد نص ساعة أو ساعتين أو whatever. هلا سامر معه ساعة، بعد الساعة بتفصل النت، فما بقدر يلعب الألعاب، بقدرش يحضر يوتيوب، بقدرش يعمل إشي. أنا بعطيه بهاي الساعة يعمل شو ما بده، طبعا ضمن ضوابط، فهو بيقدر يتحكم، يعرف انه طب اذا خلصت الساعه انا مو قاعد على السكرين كل الوقت، بقدر العب قدم، بقدر ارسم، بقدر اتفاعل مع حياتي، يختارها. فهي هذه هذه هاي احد الضوابط اللي انت بتعملها جوا العيله. انا صعب اني يعني اخلي انه الدوله تسيطر على كل بيت، يعني انا هو بدي بس احكي لك شيء، بس هي قرار يعني انا حكينا في البدايه كنا بالعراق انه منعوا لعبه بوبجي، بس ضروري نكون عارفين كقرار كخطوه اولى. ماشي يا دكتور خليل، نكمل يا استاذ زيد. سوري فشلتك، يا الدوله تتدخل، لا الدوله بدها تتدخل طبعا بعدين نجي على العائله، يعني كيف ما تدخلوا في الزواج القاصرات.